Dit is die vriend van me. Dit ben ik en dat is hij. With my friend. The last photo with my friend. Ja. Ja, ja. حسن كان نقطة تحول بحياتي لأنه لما مات حسن بالسجن أنا ما عاد أقدر أكمل لا جامعة ولا أقدر أكمل أي شيء. Als je toevallig je ogen niet blauw genoeg waren of je haar was niet blond genoeg, kon je wel eens een Joodje zijn. Als je Jood bent, dan word je gestraft, word je doodgemaakt. داعش بلشت تعتقل بشكل عشوائي، صارت تقتل الناس بالشوارع لدرجة أنه في جثث ظلت أيام بالشوارع. رجعتنا ورجعت كثير ناس لفترات تاريخية كثير بعيدة. رجعنا قررنا أنه نحن لا نتابع عمل، ونحن ما نوقف حتى لو نحن راح نموت. كنت بان دات شي ماي فادر أو ماي مودر أو ماي زوشي شاو باكا ناتيولوك. أنا بالذات كنت صرت أفكر إنه لو أعدموا أبوي أو أعدموا أخوي شو راح يكون موقفي؟ Je hebt een vriendschap die uitgaat boven normale vriendschap. Hij en ik. كتبت له وقت انتبه على حالك لأنه الوضع ما أنا منيح، انتبه على حالك لأنه انت كمان مستهدف، انت كمان ممكن يعملوا شيء ضدك. قال لي لا تخاف ما في شيء. ثاني يوم كان بالشارع عم يمشي وقتلوا. Ik heb nooit gehuild. Maar toen ik vernam dat hij overleden was, heb ik gehuild. De eerste keer. كثير مهم انه توصل رساله انه هي الحرب واحده، انه الدمار واحد، انه خساره الصديق مهمه، انه اختيارك انت لتعمل شيء لبلدك مهم. بالنهايه انت بتختار انه تكون حر، بالنهايه انت بتختار انه تعمل شيء انت بوقت من الايام بتعتز فيه.